خليكم قاعدين، خليكم قاعدين، خليكم قاعدين يا حبيبي. لما بنيجي ندشن الكنيسة زي ما قلت لكم هي يوم كتابة شهادة الميلاد، فدي بتبقى شهادة ميلاد الكنيسة. كويس؟ وهنمضي عليها دلوقتي، بس الأول أنبا إيلاريون يقرأ كل الكلام ده وبعدين نمضي عليه. كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد الأنبا والنس بالدخيلة، فعهد صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا المدينة العظمى الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تم تدشين مذابح وشرقيات وأيقونات كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد الأنبا والنس بالدخيلة بيد قداسته ولفيف من الآباء الأساقفة الأجلاء، وذلك يوم السبت المبارك الموافق 10 أغسطس 2024 4 مصر 1740 للشهداء. خلص العالم أتى وخلص نفوسنا، مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا، نقدس الثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونمجد له. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، لا حق لا حق، مولود غير مخلوق، مساو الآب بالنار، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عن العذب لاص البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب، فصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين أحياء والأموات، الذي ليس الممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء، وكنيسة واحدة مقدسة وجامعة رسلية، ونعترف معبودية واحدة في الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي، آمين. نسألك يا حمل الله يا حمل خطية العالم، اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا، آمين. كيريا ليسون يا رب ارحم، كيريا ليسون يا رب ارحمنا،
ارحمنا يا الله. السماء والأرض من وقتين ومن تكرامة ارحمنا الله الآب دامة الكل أي أسايوس القدوس ارحمنا أي ربي الآب واكم معنا لأنه ليس لنا معين شيء تضغطنا سوائل حل الوفر واصلح لنا الله سيئاتنا الذي سمعنا بردتنا كسمائنا الاجبع عنا المعرفة والاتفاع معنا المعرفة الخفية والظاهرة يا رب خلالنا من اسم قدوس الذي علينا الترحمة يا رب الاسبطين مجدا إكراما ومجدا لسالوس القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما لبناء كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموها يا رب ارحم. هللو يا طيبيبي إهو طائب شويس صميو مارين سليل انتن نوف مون الحيث اوهم شويس اينا من اوهم شويس اسوت انن موي اف اسم روت انجفيس نيوخ انفراد امم شويس اقلين ونوتي نوتي في زمروت انجيف نوتي في عطبيب انتو كراتور آمين في زمروت انجيف في مروغانيس انشير يسوس بخريسوس بنشوي آمين في زمروت انجيف ابن ومعيس قوات ام باركليتو امين اثبتي راجيوس اسيوس اجيوس ان ابن ماجيون امين فلوجيتوس كيريوس اوسيوس استوس ايونس امين Yes, no, stiro is more of choice. Moro is more of ingenile, o stiro. Jebef night agro eregon. O intimis minte, shoy shok shoyne, amin, alleluia. Zog sebatrike, yoke, agyom nevmati, kenikyai, kestos, eonas, toni, onan, amin, alleluia. Logite
روسف شيستو سيتي ايرني باسي ايتو بنماتي إن صوف ومترف بوس انت بره ايرو خن بايو صوفا ان منوتي رنتي بن ان خن هرين بن انجي بيبام تقرطو او رب شوي سبن نوتي نوسف اكساستي كيري سيبنوتي بيبي بانتو كراتور ابيوتي بنشويسو بنوتي بنسوتي ريسوس بخريستوس نشكورا يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال آلين لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة قبولك يرحمنا الله ويطرف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطالبات كديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف المجتمعين معنا ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراري المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سير شعبك وعن هذه الكنيسة وعن هذه الميدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو عبيدك يا رب خدام هذا اليوم
الآباء الأساقفة والآباء الكهنة القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي. فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الله الإنجيلي ماري ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك قديس ساويرس ومعلمنا ديوسقوروس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، والقديس يوحنا، والقديس كيرلس، والقديس باسيليوس، والقديس إيرغوريوس، من أفواه الثلاثمائة والثمانية عشر المكتبة بنقيا، والمائة والخمسين بالقسطنطينية، والمائتان بأفسس، من فم الآباء الأساقفة الحاضرين معنا، من فم حقارتي لأنه بارك مملوء مجدا اسمك القدوس، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر طول أمين. إن بنيوت الطيوت العرشي إرس بابا أبا تواضروس نم بنيوتي إن إبس بوغوس نيئتي
ساتكو ابولنتين النوبي تن برز بيانتني عرشي انجيلوس اس او ابني خائل مغبري رفائل نصوري الصداقي الزرازي الاناني بمثامن هبورا ميوني بروز روموس بابتيسيس يوهنس بيرب تيوم سيبت شويس أمي مطعم بكو إبول انتين النوبي Temsiore Mosem Evangelesis Marcos Biapostolos Evechois Aremot Naimiko Evolitten en Novi Itteni Evchiente Biashi Diakonites Marotis Panos Bishorbema Tiros Evechois Aremot تني شينتي ناسلو فوروس مارتيروس باتشويس اورو يورغيوس اودوروس الا تسبيلو باتر ميركوريوس ابا مينا تني فايت بياغيوس بنيوت والناس باتشويس اريمو تايميكو فولنتين النوفي تني Sioni celit in tebes restos in agia emmed mienen in perfaran in iulianit in marini ebe choi salemo san in picoe volentene in novi itenni evsiente na choi seniuti emmoino ciri av antonios nemava بابلين بفوميوس نمبيشوم سوهم مكريوس عباشنوتي بأرش مليد بيتي سيبت شويس أريمو طنان بكو إبولنتين النوبي بيتني أكشي أنتنا شويس نيوتي أمينو شيري أبا بيشوي نمابا بابلين بكوري نسوه Samuel be omolo geti Siente beniotis o ben aspitis binisti ava ilerione becioi remo taim vico e volentere novi Siteni e siente mi es o ben ego menos beniot soi camel bima estavro I tenni evsiente bies o abem monachos beniot Iostos fab Antonios ebe choiz aremot nan vipo volenten en novi I tenni evsiente bies o abem tevai Boy, 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 boy
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا جميعا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المعاد بسببه الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسلا، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثل. وبالإيمان من أجل ما سيكون بارق إسحاق يعقوب وعيسو، وبالإيمان يعقوب عند موته بارق كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه، وبالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل، ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. وبالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. وبالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لفرعون وشاء بالحري أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده إنه غنى عظيما وأوفر من كنوز مصر، لأنه كان
ينظر حسن الحسن المجازاه بالإيمان، ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت للغير منظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآن. الكيس ليكون فصل من رسالات معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء، هذه الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه كمثل سراج مضيء في موضع مظلم، حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب، مثل ما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يكحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرا ينجذبون نحو نجاستهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس، فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلمهم في وساق الظلمة والزمهرير ليحفظوا للدينونة معذبين، والعالم الأول لم يشفق عليه لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق، والمدن الأخر سدوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصوا من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. آمين. Yes.
من أبانا الرسل أطهار المشملين بنعمة الروح القدس بركة صلوات المقدسة فلتكن معنا أمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرس به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والكسوس وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس. يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس رجلين متقدمين في الإخوة، وكتب بأيديهم الرسل والكسوس والإخوة الذين في أنطاكيا وكلاكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوم منكم قد خرقوا فأقلقوكم، إذ يملون أنفسكم بأقوال لم ننقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحدا واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم في مع حبيبنا برناباس وبولس، إناسا قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهم يهوذا وسيلاس وهما أيضا يخبرونكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتوا نفوسكم منها فنعما ما تصنعون. كونوا معافين، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسو وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. اليوم الرابع من شهر مصر المبارك أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم نحن غفور الخطايا والأثام من قبل مراحم ربي يا أبنائي وإخوتي الجميع أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 693 قبل الميلاد تنيح الملك البار حزقيا ابن أحاز ملك يهوذا من نسل داود. بدأ حكمه في سن 25 وكان إنسانا تقيا. افتتح حكمه بترميم الهيكل وإعادة تنظيم خدماته الروحية. انتصر في حربه مع الفلسطينيين وأصبح عظيما وناجحا. وفي السنة 14 من حكمه بدأت الغزوات الآشورية على يهوذا وإسرائيل. وفي إحدى هذه الغزوات جاء سنحريب بجيش جرار وحاصر أورشليم. وخرج ربشاقي قائد الجيش يهدد الملك وشعب أورشليم. فلما سمع حزقيا الملك بار كلام ربشاقي تغطى بمسح، ودخل بيت الرب ولجأ إلى الله وأرسل عبيده إلى إشعياء النبي قائلين له: ارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185 ألفاً. ولما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحريب ملك أشور راجعا وأقام في نينوى. وفيما هو ساجد في بيت نصروخ إلهي ضربه ابنه بالسيف فمات، وملك أسر حدون ابنه عوضا عنه. وبعد ذلك مرض حزقيا مرضا شديدا فصلى إلى الله وبكى. فأرسل الله له إشعياء النبي قائلا: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك. وفي اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب ويزيد على أيامك 15 سنة، وأنقذك من يد ملك أشور وأحامي عن هذه المدينة من أجل اسمي ومن أجل داود عبدي. وخلاصة القول: كان حزقيا ملكا صالحا، أبطل عبادة الأوثان وحطم مذابحها وأعاد عبادة الله في الهيكل، فسنده الرب في جميع تجاربه. وبعد أن ملك 29 سنة تنيح بسلام بركة صلاة تكون معنا أمين. وفيه أيضا تم تكريس كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان في ديره الكائن بجبل العربة، وهي ما زالت قائمة يصلي فيها الرهبان. بركة صلوات تكون معنا أمين. ولربنا المجد دائما أبديا أمين. Oh,
ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيان وأبرارا كثيرين اشتهر يروا من تنترون لم يروا وإن يسمعوا من تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل لأن جيلك المقدسة بطلبات قديسي. يا رب ارحم. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا وامرونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك يا رب اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا وخلصنا كلنا وقيامتنا كلنا ماروش اسفنت اكليسيا انت بفلاوس هو مارو اسمو ايروفيت كتدرا انت نيبرز بيت ادم شو صاوي نعم مخبنيوت الصواب من بطري ارشيد بابا بطا وادرس بما هي اسنام نمن نيوتني
بسقوبوس نيتكيني إيمان شو يسفي قاري إبتن Kosumen chagio evangelio efzmarot enjefese khon evrab sheisego kiria flogso tu katamatseo nageio Evangelio to ananus ma sosi kireie Nazemir Teretin ma'alibna Dawud النبي والملك الطاهر بركاته علينا امين موسى وهارون في كهنته صموئيل في الذين يدعون باسمه كان يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام كان يكلمه باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فأنتم لا تدخلون ولا تدعن الآتين أن يدخلوا ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا وإذا كان تصيرونه ابنا لجهنم مضاعفا عليكم ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من يحلف بالهيكل فليس بشيء ومن يحلف بذهب الهيكل كان عليه أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب ومن يحلف بالمذبح فليس بشيء ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه يا أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان من المذبح الذي يقدس القربان فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم عنكم أثقل الناموس الحكم والرحمة والإيمان كان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة وبلعون الجمل ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوء اختطافا ونجاسة أيها الفريس الأعمى طهر أولا داخل الكأس والطاس لكي يتطهر خارجهما
الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضة، خارجها يظهر حسنان وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم ممتلئة رياء وكل اسم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار، وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لم نكن شركاءهم في دم الأنبياء. فتشهدون إذن على نفوسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، وأكملتم أنتم أيضا مكيال آبائكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ من أجل هذا أنا سأرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فتقتلون منهم وتصلبون، وتجلدون منهم في مجامعكم، وتطردونهم من مدينة إلى مدينة، لكي ما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم أن هذه جميعها تأتي على هذا الجيل. الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. وإحنا في هذه المناسبة، مناسبة تدشين هذه الكنيسة المباركة، وفي فترة صوم أمنا العذراء مريم، وهذه الأيام المقدسة التي نتذكر فيها أمنا العذراء مريم هذا الكنز من الفضائل. والنهاردة دشنا هذه الكنيسة المقدسة، والتدشين ليس حدث يخص الكنيسة فقط، ولكن يخص كل واحد فينا. في الصغر وعندما نلنا سر المعمودية، بعد سر المعمودية أخذنا سر الميرون المقدس، وفي سر الميرون اترشمنا ب36 رشم بزيت الميرون المقدس، فصار كل إنسان فينا هو مدشن. يعني صرت أنت مدشن لله، وصرت أنت مدشنة لله. وكلمة مدشن يعني مخصص، وكلمة مخصص يعني مكرس. وصار الإنسان حياته كلها تصير ملك لله. أمنا العذراء مريم اللي هي النموذج الحلو اللي بنحطه قدامنا كلنا، كانت أيضا إنسانا مكرسا ومدشنا لله ومخصصا له. عشان كده القديسة العذراء مريم بنتعلم منها. كل واحد فينا عنده قلب وعنده فكر وعنده ايد بتشتغل، والتلاتة دول هما اللي بيتدشنوا بالصورة اللي احكي لكم عليها دلوقتي. اولا امنا العذراء مريم كانت صاحبة قلب مدشن لله، مخصص لله، قلبها كله بتاع ربنا، قلبها كله بتاع ربنا.
وتدشين القلب له وسيلة مهمة جدا هي الصلوات. كل مرة بنقف فيها في الصلاة احنا بندشن قلوبنا امام الله، وتصير قلوبنا مخصصة ومقدسة. كل ما بتصلي صلوات، سواء الصلوات الجماعية في القداس مثلا او في العشيات او النهضات، او الصلوات الفردية اللي بنصليها في البيت كل واحد، الصلوات دي زي الأجبية مثلا او زي الترانيم او زي الألحان، كل ده بيساهم ان يجعل قلبك مدشنا لله، ويصير قلبك كله بتاع ربنا. ما هي المشكلة ايه؟ ان الواحد فينا احيانا يحط في قلبه افكار وحشة من العالم. الانسان الشاطر اللي يطرد الافكار الوحشة بالصلوات. وعايز افكرك ان المسيح قال صلوا كل حين ولا تملوا، يعني صلوا على طول. يعني وانت واقفة في المطبخ وانت بتعملي الاكل ومشغولة طبعا في حاجة كويسة، انت قلبك مرفوع بصلوات لربنا. عندنا في الأديرة، الأديرة القبطية بتاعتنا من القرن الرابع الميلادي بتستقبل آلاف من الناس كل يوم، وحسب تقليد الدير ان احنا لازم نقدم للي جاي من مشوار كبير، نقدم له لقمة أكل، وأبسط لقمة أكل هي عيش وفول. في حاجة تانية؟ ده أبسط حاجة. فتقوم يوم الدير يخلي أباء رهبان مخصوصين علشان يعملوا الفول ويخبزوا الخبز. يوم يعملوا الفول وهم بيعملوه عمالين يصلوا في المزامير. لو شفتوا المكان اللي بيعملوا فيه وقدر الفول الكتيرة، هتلاقي أبونا ماسك الأجبية في إيده الشمال وإيده اليمين عمالة تقلب أو تحط مية أو إلى آخره. وبعد ما تيجي تاكل طبق الفول تقول ايه؟ ده طعمه ايه؟ طعمه حلو مش كده؟ طعمه حلو. طب ما هو زي الفول اللي في اي حته، لكن ليه ده طعمه حلو؟ عشان معمول بالصلوات. عشان كده انت وانتي دشن قلبك دايما بالصلاه، خلي اسم ربنا في قلبك على طول. حتى في صلاة بنسميها الصلاة القصيرة. ليه هي قصيرة؟ 4-5 كلمات، ونكررها ونقول كده: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. قول وياي: يا رب يسوع المسيح. كمان مرة. يظهر الستات أشطر من الرجالة هنا، هم أشطر ولا إيه؟ عايز أسمع صوتكم. ها، يا ربي. كده عندنا رجال مش كده؟ يا رب يسوع المسيح ارحمني على الخاطي. الصلاة دي ممكن تعملها مئات المرات كل يوم، وانت طالع السلم، وانت نازل السلم، وانت بتركب وسيلة المواصلات اللي هتوديك شغلك او مدرستك او كليتك، وانت في البيت بتقومي باعمال البيت: يا رب يسوع المسيح ارحمني على الخاطي. دشن قلبك بالصلوات زي أمنا العذراء، كانت عابدة في الهيكل موجودة بتصلي، وفي أثناء صلواتها عشان ربنا فرحان بيها جت لها البشارة المقدسة: وها أنت تحبلين وتلدين، ويجي منها المسيح وتصير، نسميها كده العذراء أم النور والدة الإله. دي أول حاجة. حاجة تانية، عشان وانت بتحضر التدشين النهاردة اليوم المخصص ده واليوم الجميل تقول: وانا مالي ومال التدشين ده؟ هم بيدشنوا الكنيسة وخلاص. لا، ده التدشين يخصك انت، فانت تدشن قلبك، لان قلبك زي المذبح اللي قدامنا ده، تدشنه بالصلوات. نمرة 2، تدشن عقلك وفكرك بالقراءات، بقراءات الكتاب المقدس. عشان كده قبل ما بنبتدي القداس بنقعد نقرأ في البولس والكاثوليكون والبراكسيس والمزامير والإنجيل، كل ده تدشين للعقل، يبقى عقلك مليان بكلمة ربنا.
عقلك ما احيانا الواحد يبقى عقله مليان بايه؟ بحاجات وحشه، حاجات ملهاش معنى. يقعد مليان بالبتاع ده، الحاجات اللي بنشوفها في البتاع اللي في ايدينا الصغير ده، الحاجات اللي بنشوفها بعينينا، وتلاقي عقل الانسان مدوش وما فيهوش ذكر لله وبعيد عن ربي، عشان كده يغضب، لسانه يزلف كلام وحش، يتصرف تصرف وحش. عارف ليه؟ عشان عقلك فاضي، عقلك ما فيهوش كلمة ربنا. يقول كده ربنا يسوع المسيح: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. يعني كلمة الإنجيل بتديني روح وبتديني حياة، بتديني سلوك صح، تخليني أتكلم صح. في واحد ما يقدرش يقول أنا أخطيت أو أنا متأسف، ما يقدرش. عارفين ليه؟ عشان عقله فاضي من كلمة ربنا. لو عقله مليان بكلمة ربنا يقدر يقول كده، لأن المسيح نفسه هو بيغفر لنا خطايانا، وإحنا بنقول كده: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. أنتوا حافظينها الحتة دي؟ طب قولوها كده كمان مرة: واغفر لنا. يعني تاخدوا 4 ل10 كمان مرة. ها، تاخدوا 3 على 10. ها ها، تشطروا: واغفر لنا ذنوبنا. تاخدوا كم على 10؟ 10 على 10. ماشي، يلا. حد دفع حاجة؟ مش كده بقى، مش انتوا اللي هتدفعوا؟ خلاص. يبقى كلمة ربنا تخلي عقلنا بيتصرف صح، بيتكلم صح. تلاقي ابنك في البيت لسانك هيقول له كلمة وحشة، يقوم كلمة ربنا تطلع على لسانك وما تقولش الكلمة الوحشة دي، مش كده؟ تلاقي عقلك غضبان كده والعيال واللي بيعملوه الكلام ده، تلاقي كلمة ربنا تهديكي كده وتديكي روح هدوء وروح سلام. واخدين بالكم؟ أمنا العذراء كانت كل حاجة تحفظها في قلبها وفي عقلها، تحفظ كل حاجة، والكلام بتاعها نسميه كلام النعمة. كلام النعمة ازاي؟ إنها كل حاجة بتحفظها جواها وبتخلي عقلها مشغول بيها. يعني أنت مثلا لو مليت عقلك بالأغاني اللي موجودة في العالم، ده بيغني كده ودي بتغني كده، هتكون النتيجة لما تروح السماء تبقى غريب، لأن السماء مفيهاش الأغاني دي، مفيهاش الأغاني دي. هتكون النتيجة إيه؟ هتبقى غريب، ما انتش عارف تقول حاجة، لسانك يبقى سامحني يعني في الكلام لسان أخرس. لما تتعلم كلمة ربنا وتتعلم الصلوات وتتعلم الترانيم وتتعلم المدايح، هتلاقي نفسك بتقول وبترنم مع السمائيين، وتلاقي الحان اللي بنتعلمها على الأرض بنتعلمها في لما نكون في السماء، نقدر نرتل ونقول بيها. كلكم بتحفظوا ترانيم حلوة عن العذراء مريم، مش كده؟ وكلكم حافظين العليقة، مش كده برضو؟ وبتقولوها بنشاط، وطبعا هي مثال أم النور. قولوا وياي: العليقة التي رآها مثال أم النور طوباها حملت جمر 9 أشهر في أحشاء وهي عذراء. شوف بقى لما أنت تمدح كده وتقول مدايح وتقول ترانيم وتقول ألحان، لما تبقى موجود في السماء هتقول ويا الملائكة، ما يبقاش لسانك أخرس. عشان كده املأ عقلك بكلمة ربنا. كلمة ربنا بتقراها؟ ما بتعرفش تقرا؟ في مسجلة حتى في الموبايل بتاعك، تلاقي عليه الإنجيل مسجل، تسمع
وتحفظ وتتكلم. يعني كلمة ربنا أقراها وبعدين أحطها في عقلي وبعدين أتكلم بيها بلساني. دي الشطارة. لما تعمل كده يبقى عقلك مدشن لله. زي وإحنا لما كنا بنصلي دلوقتي بنقول قراءات كتيرة علشان يبقى المذبح مدشن قدامنا. نمرة ثلاثة، أنت دشنت القلب بالصلوات ودشنت العقل بالقراءات، فاضل تدشن الإيد. الإيد يعني العمل، بالأعمال، بالأعمال المقدسة. تعمل أعمال حلوة، تخدم الآخرين، تبقى شايل المسؤولية بتاعتك، ما تبقاش نايم وكسلان. أمنا العذراء مريم سمعت البشارة والملاك بيكلمها، فقال لها ده إليصابات قريبتك، هتبقى حامل. ياه، حامل؟ دي ست كبيرة، طب أنا لازم أروح أخدمها. ما حدش قال لأمنا العذراء مريم روحي اخدمي إليصابات. قامت بسرعة وراحت وقعدت ويا إليصابات عشان تخدمها، وهناك رفعت الصلاة بتاعتها الجميلة تعظم نفسي الرب. مش حافظينها انتوا مش كده؟ تعظم. يعني مش حافظينها انتوا، واضح انكم مش حافظين. احسن العذراء تزعل منكم، انتوا كنيسة على اسم العذراء مش كده؟ كل حاجة عن العذراء لازم تحفظوها صح؟ تعظم نفسي الرب وتبتهي روح. التسبيحة دي 4-5 سطور نحفظها ونتكلم بيها ونصلي بيها. ان احنا نعمل اعمال الخدمة، يعني ايدك تدشن باعمال الخدمة، انك تخدم الاخرين وتبقى مسؤول صح، وتبقى كلامك والفاظك واعمالك بتشهد ليك، وتبقى انسان كلك كده مدشن ومخصص لله. النهاردة يوم مفرح، بندشن قلبنا وندشن عقلنا وندشن أعمالنا بإيدينا، وبنشكر كل اللي تعبوا في الكنيسة بتاعتكم الجميلة دي. بصوا كده فوق، شايفين الكنيسة جميلة فوق إزاي، والأعمدة اللي فيها والأيقونات اللي على الحيطة شايفينها. بصوا كده الناحية اليمين، اليمين بتاعي أنا كده ها، وشايفين حامل الأيقونات جميل إزاي ومعمول ومشغول، الخشب بتاعه حلو قوي. والناحية الشمال كله كده، شايفين الكنيسة حلوة ازاي؟ المفترض كل واحد فيكم يبقى حلو زي الكنيسة كده، لأنتوا ولاد وبنات الكنيسة. تبقى الكنيسة الجميلة تبقى منطبعة عليكم انتوا وعلى كل واحد فيكم. بنشكر نيافة أنبا إيلاريون على تعبه ومحبته وخدمته، وياه الأباء الكهنة الأحباء في هذه الكنيسة والأباء اللي في المنطقة كلها. وبنشكر الأباء اللي خدموا ورحلوا سبقونا على السماء، وطبعا بيشترك وياي الأحبار الأجلاء الأباء الأسقفة وأبونا الوكيل وكل الأباء الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات وكل الأرخنة وكل اللي تعب في الكنيسة. في ناس تعبت بالصلاة، وفي ناس تعبت بالمجهود، وفي ناس تعبت بالتبرع، وفي ناس تعبت بالأفكار، وفي مهندسين اشتغلوا قعدوا تحت شرحوا لي كل التفاصيل بتاعة الكنيسة الجديدة والبلكون اللي فوق وكل التفاصيل الحلوة الهندسية لغاية ما بقت كنيسة جميلة وتصميمها رقيق خالص. وتهيأ اللي انتوا فرحانين بيها مش كده؟ فرحانين بيها قد ايه؟ قد ايه يعني؟ لما تعبروا على كتير ده بالتسقيف كده فعلا تبقوا فرحانين قوي. ربنا يديمها. وبنشكر كل المسؤولين اللي تعبوا، وبنشكر طبعا رجال الأمن اللي رتبوا اليوم ونظموا الدخول ونظموا المرور. بنشكر كل اللي تعبوا، ربنا يعوض الجميع في ملكوت السماوات ويبارك حياتكم كده دايما، ودايما نبقى فرحانين بيكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. صابت
ياجي أري بريز بفينيريا غنوتين شويس النبتيرين تيسي أوتو كوسماري أسما بن بن صوتي تفقان النوبين عني بولتو بهم بشويسر غنوبي سيوري مزر بانجليسيس آغا ماركوس بأبوستون طبيب بشوي سيري يغن بيصلو فروس مارتيروس بياغيوس بنيوت والناس انتفقان النوبين عنيبول طبيب بشوي سيري يغن بنيوت سواب بطري عرشيس بابا عفشنوني تفقان النوبين عنيبول جيفس مروتين جيفيوت بفشيري نمبيب نبما اسقوه تتري اسجي كيفول تنوش تموز تنتيوناز شليلي فلوغيتي بروسف كيس طاسيتي ايريني باسي يتم نماتي صلى الله على عبد المطال كل أبا ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ضمن صلاك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله يا رب ارحم هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل الشعوب وكل القطعان باركهم السلام الذي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا بل والسلام هذا العمر أنعم به علينا عاما الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا وداخلنا وخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطينا سلامك لأن كل شيء قد أعطيتنا اقتننا يا الله مخلصنا لنا في آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقع علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك يا رب ارحم أيضا فلنسأل الله أن يضبط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساق في بطريركنا بابا الأنبا تودروس الثاني وأخاه الروحي ماريا ناطس إفرام الثاني بطريرك انطاكيا وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف المجتمعين معنا صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخيه الروحي ماريا غناطس إفرام السنياني بطريرك انطاكيا شركائي في الخدمة الرسولية بين المطرنا والأساقفة المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين يا رب ارحمنا احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنة سلامية مكملين رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنتهم عليها من قبلك إرادتك المقدسة الطوباوية مفصلين كلمة الحق باستقامة رعين شعبك بطهارة وبر جميع الأساقفة الأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة
المقدسة الجامعة الرسولية، نعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع، وصلواتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك، وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماير أحد بخور وسائر أعداهم الذين يرون والذين لا يرون، اسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا، أما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة. يا رب ارحم. أيضا فنسأل الله إلى أبطال كل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة. صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا تكون أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عقل نصلاك مشيئتك الطوباوية المقدسة، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، أنعم بها علينا والعبيد الآتين بعدنا. قم يا رب الإله وليتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدامك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف، ربوات ربوات، يصنعون أرضك بالنعمة رفاتهم. Sofia Sebros Homen Creleison Creleison Enomesmi بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوى الآن في الدار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا عهد القاصر بنطي تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي وصل من الاب، نسجد له ونمجده مع الاب والاب الناطق في الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده من خلق الطائر وننتظر قيامه الاموات وحياه الطائر امين. تنكون شتيف القائد تنتي اناستاسيس تنتي رفموت تنبي اون تنتي بيون اسنيو إيرني باسي إطبنا وماتيسو عالي فوق كل قوة النطق كل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار، وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروا هذا أنعمت به لنا نحن الخاطئ لكي نخدمه ونتطهر بواسطته، عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد
والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة، هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجاسد. أما الخروف فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. يا ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا، اعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، ارسل علينا نعمة روحك القدوس، اجعلنا أهلا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي نتناول بغير وقوعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحمنا، يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورهبة، وإلى الشرق انظروا ننصت في شفاعة والدة الإله القديسة ماريا. يا رب دعم لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة تسبيح. الرب مع جميعكم. وما مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى
الجالس على كرسي مجد المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس كفوا. الذي يقف أمامه هو الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والقراص والأرباب والقوة. إلى شرق انظروا. أنت هو الذي يقف حولك الشاروبين ممتلئون عيون والسرافيم ذو الستة أجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلي. الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين حقيقتي أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ما آمين تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص أنعم علينا بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب أطهر النور
وقام من بين الأموات في اليوم الثالث، صعد إلى السموات، جلس عن يمينك أيها الآب، رسام يوما للمجازة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله. فرحمتك يا العظيم الذي للتقوى، لأنه في مراسمنا أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطيرتين اللتين بالعيب ولا دنسين الطوبويتين المحييا نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك الله وسيد كل أحد وشكر آمين. سلمي قديسين وسطار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. أيضا الكأس بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكر آمين. وباركها آمين. وقدسها القديسين وسطار قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا دم الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة آمين. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبالموتك
بيتك المقدس وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجد لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك ننصت على جسدا مقدسا له نؤمن وهذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا نؤمن يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه حين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم يا رب ارحم عطيبان للكليروس نسكا للرهبان والراهبان طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا رب ارحم رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء وداعة للفضلاء معونة للمساكين يا رب ارحم نجاحا للطلباء عملا للمحتاجين الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبهم يا رب ارحم غير ممنير الضام لتنقضي افتراقات الكنيسة حل تعظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدس الابطال انفسنا اجسادنا وارواحنا لكي نكون جسد واحد وروح واحد نجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب ارحم هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل العصاق فالأرسل الذين فيها
البطريرك المكرم الأنبا تودروس الثاني وأخاه الروح مار إغناطيوس إفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وشركاء في خدمة الرسول يا بان الأساقفة المجتمعين معنا يا رب ارحم والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليروع قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة وقصوص الأرثوذكسين والشمامسة يا رب ارحم كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما الذي لك وكل موضع كل هذه رتبة أن الأرثوذكسيين يا رب ارحم والساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب مياه النار في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب فرح وجه الأرض لروح حرص والدكسر أسمارها دها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليلي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا شارك في تذكار قديسين تفضل يا رب أن تسهر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البد آبائنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين الإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأطهار القديسة المملوءه مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطيرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة
بالحقيق والقديس يوحنا الصابق الصابغ والشهيد والقديس استيفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ونظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديسبوروس وقديس أثناسيوس الرسولي وقديس بطرس ختم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفام والقديس أوديسيوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس الصانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني والثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنكي والمائة الخمسين بالقسطنطينية مائتين بأفسس وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا السلام بمقرات القديسين جميع أولاد لباس صليب أبانا بيانس القموس أبانا بشير الكامل حبيب وخلصنا صالع أبانا ببولا طمعس قيادة الميوساد الأوبيين قديس هيرون ماكسيموس ودوماديوس تسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيت والقوي القديس الأنبا موسى ويحنس كما ألقس أبانا بدانيال القمص أبانا بسيزوروس القصة أبانا بخوميوس أب الشركة وتدرس تلميذ أبانا بشنود رئيس لوحدين أمباويسة تلميذ وأبانا بروفير أبانا بكاروس أبانا ببنيتيس وأبانا بيوحنا السائح أبانا بصم المعترف ويوستس وأبولو تلميذ أبانا بابولا أبانا بابيبانا أبانا بابرامس كل فيم يوجيزا وكومس ميخيل البحيري تلميذه بان القديس البطريرك الأنبا كيرلس السادس والقديس حبيب جيرنجس رئيس الشمامسة وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مذ الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعيا علينا القارئون فليأكلوا أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح استر يا رب نفس عبدك أبونا القمص مكاريوس معوض في فردوس النعيم
آبائنا وإخواتنا الذين رقضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء، أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وأبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة ومعهم نفس أبينا المتنيح القمص أبونا مكاريوس معوض، وأبائنا القصوص وإخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين والنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم. أولئك يا رب، أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السامية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا فيما نكون لنا بسلامك إلى التمام، كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور، آمين. واهدنا يا رب إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم وبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا. وأيضا فلنشكر الله الأب ضابط الكل وربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا في هذا الموضع أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونقدم اسمه العظيم القدوس، وإذا فلنسأل ونجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية الغير الميتة تكرتور شويس بن نوتي آمين آمين روسي ساستي لجميعكم.
كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله، الجالس على كرسي مجده الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية، الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء الملائكة. أربعة حيوانات غير المتجسدين يقولون تسبعت الثلاث تقطيسات، والأربعة وعشرون قسيسا جلوس على كراسيهم، وأربعة وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم، وأربعة وعشرون جاما من ذهب في أيديهم مملوء بخورا الذي هو صلوات القديسين، ويسجدون أمام الحي إلى أبد الآبدين. والمائة وأربعة وأربعون ألفا البتوليون غير الدنيسين يسبحون الرب قائلين قدوس 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 أمين الليلويا، ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبح قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا، قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا، قدوس الروح القدس الباراقليط امين الليلويا. مملوءة مجدا والية الإله الطاهرة القديسة مريم العذراء أمين الليلويا، مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين الليلويا. من أجل هذا صرخ مخلصنا الصالح قائلا أن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. أنت خريستوس إيسوس Bro.
حفاظا يا رب اجتماعاتنا باركها حقا ومع روحك ايضا ننصت بخوف الله القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس من الروح القدس امين اصوبنا جوز بثير اصوبنا جوز ايوس انطوبنا جن ابن اغمار آمين سوما جيون كيمة ميون أليسنون إيسو خريستو طيوتو سيو يمون آمين أجيون تيميون سوما كيمة أليسنون إيسو خريستو طيوتو سيو يمون آمين بيسو من مانويل بن نوتي فاي بيخن أم اسميا الأخير أن هذا هو الجسد المحل الذي خسر ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا ولية الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله أحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلم عنا خشب الصليب المقدس بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين طبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم ابتلوا بناشد قالين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمائية الذاتية يا رب إيه